أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين، وحياكم الله في رسالة الهيئة اليومية. اليوم متواجدين معاكم في مقر الهيئة العامة للرياضة لمتابعة آخر التطورات والحلقات النقاشية للخطة الاستراتيجية اللي تضعها الهيئة لتطوير الرياضة الكويتية. تابعونا. لليوم الثاني على التوالي استمرت الحلقة النقاشية الأولى من المرحلة الثانية لإعداد استراتيجية الهيئة العامة للرياضة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث تم مناقشة عدة محاور رئيسية. رؤية اللجنة الأولمبية الكويتية للرياضة: الدعم والتمويل للاتحادات والأندية من قبل الهيئة العامة للرياضة إلى الرياضة، صيانة المنشآت للاتحادات والأندية، الاستثمار، آليات الوصول والمشاركة في الأولمبيات القادمة. يعطيكم العافية. اليوم كانت ورشة العمل خاصة باستراتيجية الهيئة العامة للرياضة 21-26، مبادرة من الوزير عبد الرحمن المطيري جزاه الله خير، وطبعا بالمشاركة جميع قطاعات الهيئة العامة للرياضة. أنا من ناحية المشاركة اليوم، طبعا هي المشاركة من شهر 5 بلشنا فيها، كان الجزئية الخاصة فينا هي الأكاديميات الرياضية اللي موجودة بالكويت، عملية تنظيمية لها من خلال هذه الاستراتيجية. طبعا اللائحة إن شاء الله راح تكون منظمة لهذه الأكاديميات، استراتيجية إن شاء الله راح تكون واضحة، خطوط متوازية مع الاستراتيجية، تعديلات إن شاء الله راح تكون يعني، ومبادرات إن شاء الله أول بأول، إصدار قاعدة بيانات أو تجهيز قاعدة بيانات حق الأكاديميات اللي موجودة بالكويت. يعني في وايد إن شاء الله بنود نتفائل فيها. الأكاديميات اللي موجودة أو القسم الرياضات المجتمعية والتراخيص الرياضات المجتمعية، هذا قسم طبعا كان من ضمن إدارة الرياضة الجميع، لكن مع الهيكل التنظيمي الجديد اللي صدر 2018 صارت إدارة يعني قسم من ضمن إدارة. فيعني طبعا مدامها صارت إدارة منفصلة وأقسام موجودة فيها، لابد يصير فيها عملية تنظيمية، يمكن تأخذ لها وقت، لكن مع الاستراتيجية إن شاء الله خطوط متوازية لتنظيم الأكاديميات اللي موجودة بالكويت، عددها ما شاء الله وايد كبير، فلازم يكون لها تنظيم، عملية تنظيمية واضحة عشان ما حد يزعل من عندنا. يعني إن شاء الله تكون من خلال لائحة إن شاء الله تصدر قريبا بإذن الله، وأتمنى يكون لنا دور في هذه الاستراتيجية، دور فعال بإذن الله. الاستراتيجية الحلو فيها أنها أمانة واقعية تفاعلية، الكل شارك فيها، موظف الصغير الموظف الكبير، ومتفائلين فيها بإذن الله، ويعطيكم العافية. أنتم المشكورين على تغطياتكم الخاصة بهيئة الرياضة، ويعطيكم العافية. حياك الله. بالعكس كانت دعوة مشرفة من الهيئة العامة للرياضة بخصوص أخذ الآراء والخطط
سماع هموم الرياضيين على مستوى اللجان الموجودة باللجنة الأولمبية الكويتية، والحمد لله قدمنا بعض الآراء والاقتراحات، نتمنى أن توصل رسالتنا لهم وما قصروا على هالدعوة ونشكرهم عليها. احنا طموحنا طبعا أن تتنفذ الأجندات اللي قاعد تحط الهيئة، ومن خلال الخبراء الرياضيين، الدراسات اللي قاعد يعدونها، النقاشات اللي قاعد تتم بين الهيئة واللجنة الأولمبية، نتمنى يعني مثل ما طلبنا موضوع الاحتراف الجزئي، موضوع التفرقات، موضوع الكوادر الفنية، المدربين، الحكام، هذه هي أقصى طموحنا، أن اللي هو المضلع الثلاثي اللي هو الكادر التدريبي التحكيمي اللاعبين، عرفت؟ إذا هذا توفر فبالنسبة لنا احنا نقدر ننطلق حق رياضة عالمية، عرفت شلون؟ فنتمنى أن توصل بس الاستراتيجيات تنفذ في أرض الواقع بس. الله يعطيكم العافية، مشكورين، نشكر الهيئة العامة للرياضة على دعوتهم وما قصروا. أول شيء أحب أشكر الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية على هالتعاون هذا اللي قاعد يصير الحين لكشف المشاكل اللي كانت تجابها الرياضيين بالكويت وتذليل الأمور وتسهيلها علشان الكويت إن شاء الله تصعد في دورها الرياضي والعالمي والإقليمي. طبعا كل دولة فيها عقبات وفيها وسائل اللي تخلي الرياضيين اللي فيها يوصلون إلى الأهداف اللي هم يبون يوصلونها، وطبعا هذا راح يكون تعاون بين الهيئه العامه للرياضه، اللجنه الاولمبيه، ووزارات الكويت وحكومتها بدعم هذه الرياضه وخلق رياضيين وتشجيعهم وانشاء الاعداد الكبيره من الرياضيين اللي هم بالنهايه راح يكونون الخليه اللي منها يطلع الابطال. صراحه اللي اشوفه مبادرات وايد مشجعه وافكار جديده وتعاون جديد ما سمعناه من قبل، والحين التركيز على الرياضي هذا من أهم اللي قاعد أشوفه أنا واللي أحسه مجرد من وجودي الحين هنا هالساعتين اللي طافوا هذيل. هذا هو أكيد راح يكون في التوجه الصحيح، والله يساعدنا كلنا. أشكركم وإن شاء الله نتوصل إلى النتائج. وصلنا معاكم أعزائي المشاهدين إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، نشوفكم في رسالة قادمة، مع السلامة.